حصار وانفلات أمني وسوء تغذية، هذا هو حال تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ويفاقم الوضع الصحي من كارثة الأزمة الإنسانية التي تعيشها المحافظة. ففي الوقت الذي تتفرج فيه الحكومة على مأساة تعز، تكتفي السلطات الصحية بالتحذير من حدوث كارثة إنسانية بسبب الارتفاع المتزايد في الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. مدير مكتب الصحة والسكان بتعز عبد الرحمن السامعي صرح لوسائل إعلامية أن حالات سوء التغذية المصنف بالحاد انتشر بشكل كبير في أغلب مناطق المحافظة. وفق السامعي، فإن الأطفال الأكثر تضررا من سوء التغذية، حيث تجاوزت حالات المصابين 17,000 طفل في العام الماضي، ولم يتم وفق مدير صحة تعز علاج معظم حالات الإصابة بهذا المرض في ظل تزايد حالات الإصابة بسوء التغذية هذا العام. لكن الكارثة الخطيرة تكمن في أن 80% من سكان المحافظة يعانون من سوء التغذية المتوسط. يعد استمرار الحرب الحوثية على تعز سببا من الأسباب التي تعيق الاهتمام بإنقاذ السكان من هذه الكارثة، حيث تسبب الحصار الحوثي بانهيار المنظومة الصحية. لكن إهمال الحكومة الشرعية بنظر الصحيين جعل المستشفيات الحكومية شبه خالية من الإمكانيات، مما جعلها عاجزة عن مواجهة الأمراض والأوبئة، فضلا عن تلوث المياه ونقص الأغذية يساهم في انتشار سوء التغذية بشكل متسارع.